بالك امبارح مباراة كانت صعبة جدا، كانت ماشية بشكل وحصل فيها سيناريوهات كتير جدا. عايز رؤية حضرتك المباراة، شفت المباراة ازاي من بدايتها؟ امبارح كان واضح جدا ان الفرقتين بيلعبوا، يعني يبقى الوضع على ما هو عليه. انا فرق 5 بونت والزمالك برضو هيبقى في فرق 5 بونت، مش فرق كتير، ممكن يتعوضوا في الماتشات اللي جايه. الاهلي هيبقى محافظ على ال5 بونت وعلى الصداره والكلام ده، والماتش ماشي في نفس الاتجاه، ماشي في اتجاه التعادل. يعني مثلا حد من هنا يخطف جون او حد من هنا يخطف جون، ما كانش فيه غير كده خالص. بس احنا بعد التغيير المفاجئ الماتش يعني اتغير 160 درجه ل 180 درجه. يعني هارد لك، مش عارف الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه يعني. طب انت شفت التغييرات ازاي؟ او شفت التشكيل اصلا ازاي؟ شفت تشكيل المباراه، بدايه المباراه ازاي؟ انا امبارح بقى يعني كراجل زملكاوي ومشجع زملكاوي بتفرج، اول ما شفت التغيير مش عارف انا قلت ايه، وقعدت اقول ايه، انا مش عارف لحد دلوقتي انا كنت بقول ايه ساعتها. واللي انا يعني اللي انا قلته بعد كده بعد الماتش، طلعت لقيت الناس كلها بتقول نفس الكلام. يعني انا طبعا مستر فيجا مدرب كبير، دي ما فيش كلام يعني، وراجل قدير يعني، بس جل من لا يسوى يعني. اكيد كل بني ادم ليه اخطاء. التغييرين دول قلبوا الماتش 360 درجه، التغييرين دول خلوا سير الماتش في اتجاه تاني خالص. انا بقول لك احنا رايحين الفرقتين بيلعبوا يعني، النقطه حلوه قوي، جماهير مبسوطه وهنا جماهير مبسوطه وشكرا على كده، ومتن احتمال قائم للاثنين على التساوي ان فرقه تخطف جول، بس نسبه التعادل اكتر. انت شايف الجيم كله محصور في الباص ورجع لورا، وهجمه كده وهجمه كده، يعني كله بيلعب للامان. ما اعرفش انت، احنا هوبا في مره واحده قمنا التغييرين دول فتحوا الملعب بشكل غير طبيعي. ها، وطبعا في توفيق كبير جدا في الاهداف بتاعه النادي الاهلي، خصوصا الكره الجون الاولاني. اللعيب في الكره اللي في المنطقه دي يا ابو حميد، لما بيوقف الكره على صدره، ها، بتروح الناحيه دي او الناحيه دي او الناحيه دي، عمرها ما بتطلع بالشكل ده، عمرها ما بتطلع لفوق. الجون الثاني والثالث رايح اللعيب في المكان اللي يعني خبطت في جلت من المهاجم، من مهاجم الاهلي، راحت لمدافع الزمالك ردها له ثاني، قامت خابطه فيه رايح له وهو واقف، جون. الثانيه نفس القصه وهي جون، خلاص دي حاجه سهله جدا يعني.